الاقتصاد نفس الشيء، الجمارك راهم يمشوا بسرعة قوية في الرقمنة. مازال اليوم الجمارك مازال فيه بعض التصرفات اللي قانون الجنائي يحكم عليها، ولكني نقصت نقصت ما بقاتش كما علاش قضينا على لي بورساك وقضينا على هذه وقضينا، يعني كلها كانت ادوات ل بور كونتورني لا لوا بور كونتورني. كان فيه ما حتى دي بورساك كلونديستان مقبولين، يوصل الكونتينر يمشي تمشي توصل الحاويه تمشي للبورساك، والبورساك هذا في الحاويه هذه يجي يخرجوا على 12 تاع الليل وحده تاع الليل، ما تعرف كاع واش فيها، مفرقعات ولا فيها سياره ولا فيها كذا ولا هذه، خلاص انتهينا منها انتهينا منها، راها تتقلص. ولكن اليوم الشعب من حقه يحاسب ويقول لك طالت الحاله، اي تصرفات تاع 30 عام ما تقدرش تقضي عليها في عامين ونص ولا 3 سنين ونص. يعني انك